صلى الله على سيدنا محمد النبي أجمعين. بارك الله فيكم. يعنى وإياكم. أين ومنها التقديم؟ ومنها التقديم. هيكت الطرق خسر تقديما. تقديما يعني بو أوسك وتقديم إفادة قصر بها. ومنها التقديم هذا نمشي إجال إفادة تقديم القصر في بعض المواضع يالبت لها مش نشنه وقتي وابه وكل أصول شافرمه وقتي وافرمه لقوارش والله البتمانة لبر مجرد اهتمامه يعني لبر مجرد اهتمامه بشأني أو يا لبر تلزوزك يا لبر شتيك انترى لوقتا يا لبر تفاول بخيرك لوقتا انترى خسري تيانا به فقد بعض مواضعك تقديمي معمولك حقي وابي لدواء وابي إسف يشكري بو قسرة بو لتروخي قسرة. ومنها التقديم أي تقديم ما حقه التأخير مثلا وكوتي كتقديم الخبر على المبتدأ وكو تقديم خبر بسر مبتدأ إنتر شاملية بو أقائم زيدون أويش هروا شاملية بو أويش دوايا همزة همزة استفهام قائم اسم فاعلة شنكو اعتمادي لسر اسم فاعلة وعملي كردوا مبتدايا زيدون فاعلة بو قائمك سادو مسد خبرك ياسي يقوى ما خبري جنية فقط شنكو بيش كوتوك أنه لمعنى غاب بناء على أن قائم خبر مقدم إذا بنا لسر قائم زيدون أما لقرا وايلك شن لمفردك يدو سجور دروسة إيكي كان وسانك قائم خبر به وبيش كوتي. وأما كونه مبتدأ وزيد فاعلا أقر بيجي أما قسم دوهم مبتدأ وقائم كيب مبتدأ وزيد كيب فاعل كي أو فلا بل أوناك به طبعا قائم زيد دو تركيبي تيايا تركيبي تيان وكوخ قد وتهم زهم زيد سفامه قائم خبر به وزيد مبتدأ به وكي كتريكيان تركيبه تريان شن مفردة قائم اسم فاعل اعتمادي دا وعملي كردو زيد فاعل كيسي سادو مسدي خبر كيسي دو يسويتي كم بخوين رو شنكو من لقرأ قرام لم دو زيد يسويتي كم بخوين رو آلا ما بزانم يسيتي وهم لراميري فصل شا ومخوين رو دوايا. ومنها التقديم أي تقديم ما حقه التأخير كتقديم الخبر على المبتدأ أبي المعمولات على الفعل يا معمولات لسر فعل به الفرق التفاوتينية أي أقائم الزيداني مثلا أقائم بمفرد أقائم الزيداني حتما أو إنتر قائم اسم فاعل وعمري كردو وزيداني فاعل إنتر احتمال أبيني بيجي مبتدايا ودوا كوتبه أو بس لمفردة كابا واسب ولا مفردة هل مفردة أرى وإلا أقر أقائمني زيداني بي أقائمني زيدون بي أو إنتر قطعا أو باركة تريسي يعني أوان أبي هر فاعل بي بو وقائمة كابي عن العميل لازم جريدا لا زائد أخبر عنه المبتدا ومنه وصف رافع آفرين للمرفوع أو قسم دوم لمبتدا مستبق أو انتر أو ما نفي أو يعني استفهام لبري وبي مستبقيا أو ما استفهاما أو ما نفي كقولك كقولك في قصره أي قصر الموصوف على صفة تميمي أنا تميمي أنا يعني كانوا كابرا في يعني تفيد يعني توهر روج خط لقبيلة حسبك أي روج يجي قيسيم روج يجي تميم روج يجي خزيميم وأوان أبي شيء نخير تميمي أنا قصر إفراد بيه أكون جي قصر الإفراد بيه أكون جي قصر القلب بيه كان الأنسب ذكر المثالين يجي أنسب وابو ذكر دو مثالي كذا شنكو تميمية قيسية إن تنافيا لم يصرح هذا مثالا لقصر أقر منعفات يعني به وإلا لم يصرح لقصر القلب كرة قينا كما باعتباره يما يجل وفي قصرها لقصر صفة لسر موصوفة أنا كفيت مهمك
أنا كفيت مهمك. الآن أنا لدواو وكأنه أنا لدواو بيو فاعل وبيو يا تأكيد وبيبو تيك وحقي وابك لدواو وبيو يسب في شخرا بناء لسر قول أنا مبتدا بخو مبتدا هرشوني وتلبرو به بناء لسر وكأنا كفاعل معنوي بيبو كفيت وكفاعل معنوي تأكيد وشتي في أجن أوه في شخرا ولبر خاطره أنا كفيت مهمك يعني تنها من كافين بو ناراحتي ومهماتي تو وكوبيجي أنا قمت يبري شوت ما أنا لباس التقديم مسند إلي أنا قمت ما نوتو بنا لسر وكأنا كالدوا ولدوا وبي تأكيد وبي إسا في الشخص وإيش معناتو أنا كفيت مهمك إفرادا وقلبا أو تعيينا بحسب اعتقاد المخاطب أروى وكذا الكلام في سائر معمولات الفعل مما يصح تقديمه سمان وكو أم تأكيد وأنا يسفيش كوتوا يام خبرك تميميون أنا يفيش كوتوا باقي معمولات شر وهاي لو أنا كصحيح بيفيش كون طواب وهذه الطرق الأربعة بعد اشتراكها في إفادة القصر تختلف من وجوه يجك أنو كسوالك فرقنا ما بين أواناتشي فرقنا ما بين أناتشي أم طرقانا أفرمي وهذه الطرق الأربعة المذكورة بعد اشتراكها قشتيان في إفادة القصر مطلقة مثل قصر موصول لسر صفة صفة لسر موصول إفرادا قلبا تعيينا ومطولة قشتيان هاتوا بيج قالوا تختلف من وجوه يختلاف يعني هي لشان وسيكو من وجوه أربعة نتوانية بيتي ببي من وجوه أربعة قشتيان مشاركان هي لإفادة قصر مطلقة قصر موصول لسر صفات بقصر الإفراد بقصر القلب قصر التعيين هذه بإفرادا أو قلبا أو تعيينا أوانان هي جات شوار وجه يعني مثلا شون فدلالة الرابع عام يكك لم دوايو وثمان بالفحوى دلالتي تقديمك بفحوايا فحوى يعني بمفهوم كلامه بمفهوم المخالفة يعني عالية بي يعني بش يعني شون بفحوى يعني مش مخالفة هو اصطلاح أهلي أصول شون فحوى يعني بلا يعني مفهوم موافقة عالية بي فحوى الكلام يعني بلا مفهوم موافقة وأمش يجي بمفهوم كلام يعني بمفهوم مخالفة كي أمش مخالفة لو اصطلاح أصولين وأنا كوتومانا شون فحوى الكلام يعني مفهوم موافقة أم لقرا معناه مفهوم مخالفة معناها ك بفحواية يعني شيء بأي بفهم يعني بفهم الكلام بمفهوم الكلام إلى كلامك هو كتقديم كيواتيا ورجل بس معناه بمعنى أنه إذا تأمل صاحب الذوق السليم فيه فهم منه القصر الآن بيجا بزيد مررت تو خاون ذوقي كي سليمي تي بفكرة آخر بيرنا كيتوام كابرا خو هرواش دخوي والنبو حتما يعني بو إنسان قسما نقل إنساني بليغو فضيعة وإلها لخو نزان فرقي أو نزان وانا يقولوا في اللي جانا كاتو جايا إتر وإن لم يعرف استلاح البلغاء في ذلك باقوي نزان فقط تو بيليب كيتو لي ورجلي كاما بو أوسا خاري أما يك ودلالة الثلاثة الباقية بالورع أو أن تريان ورعين يعني شن وارع دايناون بو معاني كمفيد قصرة مثلا وكو لاوبل بي وكو إلا استثناء بي وكو إنما بي هرب حسب ورع بو أوان دان داوا أما يك فرق جاري والأصل يعني وجه دوهما ما وجهك شوار وجه واتيا والأصل يعني أي الوجه الثاني من وجوه يختل من وجوه الاختلاف أن الأصل في الأول أصل أورا يعني لطريق عطفة لنا وشوارك كأورا كان طريق أوريان بلتيبو لا لتيبو لأن في استثناء لتيبو النص على المثبت والمنفي أوابو كنزمن إلى سر مثبتك ولا سر منفيك يعني التصريح كله بهالو كان أمان ود عطفك زيدون كاتبون لا شاعر هر أبي جياني دياني هم مثبتك يعني يزي زيدون كاتبون هم أوشك أو من فيك يزي أو نيك أو بعقيدة لسره وسبو أبي شرياني
إذا زيد كاتب لا شاعر بالضبط. عربي، يعني فلا يترك النص عليهما إلا لكراهة الإطناب. ترك النص ناكرة هم لسر مثبتك هم لسر منفيك، ما قال شوينك كبيري وخوا كلامك هم تولك يشير أبيت كلامك مطنب وأبيش مزمومة. وكتي مثلا كما إذا قيل وكو أمك كابرايك مخاطب تويا بيجي زيد يعلم النحو والصرف والعروز، أو زيد يعلم النحو وعمر وبكر عري أوايجي يكيق سلق طواك أوايجي تويجي جيبا كلامك أونا أو نتولانين فتقول فيه ما لهرد مقامك. شزيد يعلم النحو والصرف ونبي شعبيان به يجي زيد يعلم النحو لا غيره يجب أو زيد يعلم النحو والصرف والعروز وتي تو كلامك با تولاني نبي تكراري كي تو شون أو زور الدرجة بيدا تو بيجا زيد يعلم النحو لا غيره توا علي بي. أما في الأولي أما لأوليانا كبيجي زيد يعلم النحو والصرف والعروز، أما معناه لا يعني لا غير النحوي أي لا الصرف ولا العروسة نازاني هيش كامل وانا. وأما في ثاني لساني كان كبيجي زيد يعلم النحو وعمر وبكر أماني به، فمعناه لا غير زيد يعني هل زيد داني يعني أي لا عمر ولا بكر. وحذف المضاف إليه من غيره من غيروني لا غيرون لا غيره أبوابتا لا غير لا غيره مثلا أوى زيد يعلم النحو يا لا غيره غير زيد نازان الله ميركيب ونهي ناوى يجوى حذف المضاف إليه من غير من غيره وبني هو على الله لا غيره أخوانيتو عارف لا غيره بس زيد يعلم النحو لا غيره حسي مضاف إليه كي وبني هو على الله لسلم مبنيك غيرك لسلم تشبيها بالغايات يعني لإبهامية مشابهة بغايات وغايات أو زرفانك أخرك أنما هو قبل بعد ونية قبل يا نسي يعني قبل كل شيء مثلا بعد يا نسي بعد هذا الأمر وكو بعد قبل لغايات يعني غاياتك أن قطع ولغاياتك أنما أمان الأوانة. وذكر بعض النحاة أن لا في أن لا في لا غيره ليست عاطفة بل نفي الجنس بعد وتوانا ولا أما لا عاطفي في نايه أما لا نفي حكم الجنس أو عالية بي يعني شن أم حسبي مضاف إليه ناكر إلا لقال الله بمعنى إنا نبي لقال الله بمعنى نفي حكم الجنس أنا بي لبي حسبي مضاف إليه يكر عالية بي أو نحوه أي نحو لا غيره يعني تول جوابك يا يجي زيد يعلم النحو لا غيره أو نحوه يا نحو لا غيره يجد معتوفة لسر مقولك فتقول هو زيد يعلم النحو قالك لا غيره يعني يا نحو أي نحو لا غيره مثل لا ما سواه بو أولك يعني يجي زيد يعلم النحو لا ما سوى غير نحو نازاني بو دوها مكان كأيو زيد شزاني وعمرو بكريش لا من عداه ودوها مكيان كقسري سفل لسر موصوبه قالي بلا من عداه وما أشبه ذلك اشتك ومشابهيب لا ما سواه لا من عداه ليس غيره ليس إلا قشتيان هي لمطولة قشتيان ينتو يعني يعلم النحو ليس غيره يعلم النحو ليس إلا آوه قالي بي. ونصر في الثلاثة الباقية أصل نسيان باقية كان أما لعاطفك لحرف عطفك نزل سر هل كان ندي أما ونصر في الثلاثة الباقية النصر على المثبت فقد دون المنفي وهو ظاهر على يبي أما ظاهر يعني نسر وتوع والنفي لا يجامع الثانية أما دو فرق تايسات شوى وثمان شوار فرق يعني أما دو فرق يعني فرق كتريان وشي ثالثيان والنفي يعني أي وجه أي وجه ثالث من وجوه الاختلاف
أن النفي بلا العاطفة لا يجامع الثانية. نفي بلا عاطفة بكيت مجامع لقل نفي واستثناء لقل نفي واستثناء كونا بيانا كأنه كالسؤال كام تريقانا بيكو كوبنو يانا يجي والله بريكان مانعني لقل بريكانا برام لا عاطفة لقل نفي واستثناء كونا بيتو مثلا شون فلا يصح ما زيد إلا قائم بيجي لا قاعد آوا شون كوت ما زيد إلا قائم يعني يعني زيد قائمة دي تينية يعني يعني تينية دي تربوشية لا قاعد وقد يقع مثل ذلك في كلام يخو لكلام مصنفانا أما لكلام إخواه وكلام بلغاء وأنا ببرام كلام مصنفين هل هو مثال استشهاد أوانسا هل كلام مصنف شاء أكره علي بي يعني فقط زورت لكلام إخوة وكلام لكلام إخوة وكلام بلغاء استشهاد باب كلام أنا أكره ناكره لكلام بلغاء واقع نابه لكلام مصنفين أواني سربو مجرد مثال شد أو زورشتان به يعني وكو صاحبي كساب مثلا فإذا عزمت فتوكل على الله يعني حيث قال ما هو أصلح ما هو أصلح لك يعني أي ما هو أصلح لك لا يعلمه إلا الله لا أنت أو لا أنت كيش يعني أو فإذا عزمت فتوكل على الله يعني أصلح بحالته هيش كذنا ذاني إلا أخوانه بلا أنت ويا ولا من تشاوره علي بي حتى أو كسيش كتو مشاوري فيك إيو شرنا ذاني علي بي هجه عطف بلا عاطفة لقل دوهمكا كونا بيتو نفيك كلاكيا كونا بيتو لقل دوهمكا هل يبي بو شون لأن شرط المنفي بلا العاطفة أما نقطة جيرو كشيشي لسرة لأن شرط المنفي بلا العاطفة أن لا يكون ذلك المنفي منفيا قبلها بغيرها شنكو شرطي من في بلا عاطفة وثاني أو من في من في نبي بن بغير أملا إسكا هيا بغير أملا لأدواتي نفي حتى يبي وكو ليسيا وكو مايا وكو حتى إن أوانا نبي نفي كي تروي كي كذبه نفي بلا عاطفة نبي نفي كي تربي من أدوات لأنها موضوعة لأن تنفى بها ما يلي أن تنفيه أنت نسيوة لأنها موضوعة لأن تنفي بها ما أوجبته للمتبوع وودان لا وكتو النفي بكيد بملا أويك بواجب القران دو بو متبوعك أربو أودان لا وكتو النفي وبكين أنت النفي بوشي النفي كتر لا لأن تعيد بها النفي في شيء قد نفيته بو او دانن را وكتو اعادة بكي ببون ما لا عاطفك ونفيك لشتك زوت النفي اللي يكرد به وهذا الشرط مفقود في النفي والاستثناء ام شرط مفقود بو نفي واستثناء او قيناك يعني لمجامع لا لنفي النفي واستثناء او ان مفقود لنفي واستثناء شون لانك اذا قلت ما زيد الا قائم فقد نفيت عنه كل صفة كوت ما زيد إلا قائم يعني فقد نفيت عنه كل صفة وقع فيه التنازع لك بينته مخاطبك تا حتى أويك أيو مثلا قاعدة ملتجعة حتى كأنك قلت ليس هو بقاعد ولا نائم ولا ملتجع ونحو ذلك مستلقين فإذا قلت لا قاعد فقد نفيت عنه بلا العاطفة شيئا هو منفي قبلها بمن نافيتي فيكون تحصيل الحاصل وكذا الكلام فيما يقوم إلا زيد لقصر صفة الموصوفة ما يقوم إلا زيد يامني إلا بو زيد نبي نايوي بيجي ما يقوم إلا زيد لا بكر ولا غيرهما نايوي وقوله بغيرها لبيش أوت ما تشون لأن شرط المنفي بالعاطفة أن لا يكون منفيا قبلها بغيرها يعني نابي باي دانية الوكو خوي نابي إن كرابيت بغير خوي بالعاطفة يعني أم كلام يجي وقوله بغيرها يعني من أدوات النفي على ما صرح به في المفتاح
فائدة كيشي أو سأل احتراز عما كان منفيا بفحوى الكلام نقن في تل بلو بفحوى الكلام بمفهوم مخالفة أجر كرابو قيناك أو علم المتكلم أو السامع أو نحو ذلك كما سيجيء في إنما لا يقال هذا يقتضي تلك سؤالك يجد كوابته يجمع مختزب أو أن يكون منفيا دروز بيت يقتضي جواز أن يكون منفيا قبلها بلا العاطفة الأخرى أو يجب غير منفي وكو خوي نبي إذا أجر هلا يكتر بكواب قينك مثلا بيجي شيء لا يكتر وكو خوي غيري خوي نية يجي مثلا بيجي جاءني الرجال لا النساء لا هندون تو قركت هند كيت إخراج كيت جاءني الرجال لا النساء لا هندون لا هندون يجيبوا بين ركبان في كراوة أم هند بلوا بمفهوم إلى النساء يجي من أتواني أما بيجي شون منظور بما كغير خوي نبي يعني نابي هريج ببيه لأننا نقول الضمير لذلك المشخص ضميري بغير هاب أو مشخص كلاكي أو لايك لبياهي نبي يكتر أو ببي يعني أي بغير للعاطفة التي نفي بها ذلك المنفي هو معلوم أنه يمتنع نفي قبلها بها أربع خوي شن لامتناع أن ينفى شيء بلاء قبل الإتيان بها يعني معلومة كنفي ناكرة بشيء بل إتيان بو بلاك بل إنما ينفى بلاء أخرى مماثلة له وهذا كما يقال دأب الرجل الكريم أمكب أو شخص معين برواته وكسي أو يجبو لا معين لغيرها ولا كاسيته وكو أمكب يجي دأب الرجل الكريم ألا يؤذي غيره دأب الرجل الكريم ألا يؤذي غيره يعني دأبي بياوي سخاوت مندو بياوي خاص ونجيب أو سانك أذيتي غير خوي دي غيره يعني غير شخصي خوي يخو معلومة شخص أذيتي خوي ناكا يعني غير شخصي خوي غير نفسي خوي يعني الله ميركا عايدة بولا أو شخصة نقبو جنسي كريم فإن المفهوم منه أن لا يؤذي غيره سواء كان ذلك الغير كريما أو غير كريما نابي هر غير شخصي خوي بكريم يا نا بو كريم ناتيتو بو غير بو خويتيتو علي أبي ويجامع النفي بالعاطفة الأخيرين بلعم لا عاطفة لقل نفي استثناء كونا بيتو يكي فرق كان أو بو أمي لقل أوانترا لا يعاد نفي بلا عاطفة لقل دوانا آخر منك أكو بيتو دوانا آخر منك تشيبو أي إنما والتقديم لقل إنما والتقديم فيقال إنما أنا تميمي أعوى إنما أنا إنما كنية إستو بقصرك إنما كبك إنما أنا تميمي يعني تشينيت يعني قيسينيت ديتو بينا بلا كيش بينية قيناكا إنما أنا تميمي لا قيسي أمير وهو يبو تقديم مثلا وهو يأتيني هر زيد هاتوا دي يعني كن هاتوا يعني عمر دي بيجا لا عمر قيناك أبو شن لأن النفي فيه ما في الأخيرين غير مصرح به كما في النفي والاستثناء وكو استثناء تصريح فكرة فلا يكون المنفي بالعاطفة منفيا بغيرها من أدوات النفي أدوات نفي نية أو بمنطوق مفهوم وانا وريجيريا وهذا مثلا وكو مثال وايا البته لغير تقديم وانا لغير تروخي قصرة بيجا امتنع زيد عن المجيء امتنع أو بيجا تروخي قصر نية فقال نظير أما امتنع زيد عن المجيء زيد نهال ديكي أيكي هاتوا عمر هاتوا دي بيجا لا عمر وكو أو وايا امتنع زيد عن المجيء إلى عمرو فإنه يدل على نفي المجيء عن زيد لكن لا صريحا بل ضمنا أي معنى صريح كيشونا وإنما معناه صريح هو إجاب امتناع المجيء عن زيد واجب كامتناع لمجيء زيد ببه فيكون لا نفيا لذلك الإجاب لا كيش أبيت نفي بو أو إجاب بو أو ثبوت
يجي لا عمر آوى يجي عمر أو رفعي أو كا يجي عمر وان عمر امتناعي نكردوه. والتشبيه بقوله امتنع زيد عن المجيء يقول امتنع زيد عن المجيء قصرنية ولم تشبيهك تنظيرا. والتشبيه بقوله امتنع زيد عن المجيء من جهة أن الضمنية لم جهة سكرك أن النفي الضمنية ليس في حكم النفي صريحي هل لوايا كنفي الضمني وكو نفي صريحين النفي كبا مفهوم كلامك بكري يا بتقديم بكري أو للتقديمك دلالتك على سري وكو أم مثالي امتنع زيد عن المجيء وايا أمش نفي الضمني أقر لا لقل ياكو بتقيناك لا من جهة أن المنفية بلا العاطفة منفي قبلها بالنفي الضمني كما في أنا كما في إنما أنا تميمي لا قيسي شن لا شن لامتناعات أصلا دلالة نفي هناك إذ لا دلالة لقولنا امتنع زيد عن المجيء على نفي مجيء عمرو نفي مجيء لعمر ناكا تابعي عمرش كلاك بوهينا وخوي بلوى منفية لا ضمنا ولا صريحا اي ترسي تسر شرطي كي ترقال السكاكيو شرط مجامعة سان نفي بلا عاطفة لبو ثالث أتشير شرطكي بهموش يعني كيج مجامعين في بلا عاطفة كدروس لقل إنما ببي شرط يجي سكاكي فرمو يسي شرط مجامعته مجامعين في بلا عاطفة لوسالسك كإنما أن لا يكون الوصف في نسبه في نفسه مختصا بالموصوف نفس وصفك لحد ذات خويا لقصري صفة لسر موصوفا نابي مختص بموصوفك شون اگر مختص بموصوفك لا كي يرقني أصلا لبرو فائدة بفائدة فيابه مثلا شون بيجي نحو إنما يستجيب الذين يسمعون خواهي تعالى جوابي أوانا أداتو كجويان ببي يعني بدن بانغوازي برون جواب أوانا أداتو إنما يستجيب الذين يسمعون دي باشا استجابة بوكية هر بو يسمعون نيا يعني ما يقر أقر جويان نبي لك جواب بدريتو ديو النايب بيجيد نك غير أوانا فإنه يمتنع أن يقال للذين لا يسمعون بو أو لكن لو يكون نابتو لقل إنما لا شن لأن الاستجابة لا تكون إلا ممن يسمع ويعقل بلان بخلاف إنما يقوم زيد أما إسبيع جنوك قيام هيا بو زيد باش قيام هر اختصاصي بزيدو هيا قيام هر بو زيد صفتك هر بو زيد أولي وادرس أويك إشارة تكراو بإنما نفي كردو لقرا بلاكش بيش بيش لا عمرو قينا شن إذ القيام ليس مما يختص بزيد آلي أبي وقال عبد القاهر لا تحسن مجامعته للثالث في الوصف المختص كما تحسن في غيره عبد القاهر عبارتك شبيه عبارتك السكاكية بلا ما مشتك تريبو زيال كردور أفرمي مجامعي نفي بلا عاطفة مجامعي بوسالسك كإنما كيه أو النشير نجوان نيه وكو بو غير أو كا بو وصفك بك بو غير مختص به يعني بجوان به أو نجوان نيه وقال عبد القائل لا تحسن مجامعته مجامعي نفي بلا عاطفة لو سالسك كإنما يه لو وصف في الوصف المختص أو نشير نيه لو وصف مختص كما تحسن في غيره يجي وهذا أقرب إلى الصواب دليل زور دليلك باشا يعني معناه سلو شهر أبي قيناك شون دليل يعني لسر امتناعي أو يككي ترجان بلان بيجي لما زور ترشيرينه شون إذ لا دليل على الامتناع عند قصد زيادة التحقيق والتأكيد إذا قيت يكا مثلا بيجي أقر عبارتك خمانة به إنما يستجيب الذين يسمعون للذين لا يسمعون باع يشيبو بيني بوزيات اكيد قينا فقط زور شيرين يوكو لغير وصف مختصر شيرين
يك فرق يتريش من ما وشي رابع من ما هو يتر وشي رابع تواوكين هل يبي أم باسة تواو أبي يا كتو سرش تريش هل يبي أو بلا بلا إن الفرق يتر كلما بين يانا هيا كيجي أصل أصل لا وأصل الثاني أن يكون ما استعمل له ما استعمل له الحكم مما يجهله المخاطب وينكره يعني وجه الثانية كان كبريتي بو ثانية كان نفي استثناء ثانية أصل ثانية كوا راجع لثانية كوا أول كان لا عطف بو ومكان نفي استثناء بو سيمكان إنما بو شوار مكان تقديم بو أصل ثانية كان كيعني ما وجه رابعة كان في استثناء أو سانك أو إتيا استعمالي أم حكمي إتيا كراوة نفي استثناء تيانا لو أنا بي مخاطبك وجهلي في بي وحتى إنكاري شبك قال إنما زيد قائم وقت خوشا كزيك مخاطبك إنكاري قيام كاتو بيجي إنما زيد قائم قال يبي إنما يعني ما زيد إلا ما زيد إلا قائم لمثال ما زيد إلا قائم إنكاري أبي أبكى ولم بخلاف لبو سالسك إنما نية أو قيناك أقل إنكاري شينك تو بيجا إنما زيد قائم إنكاري قيامش نكا تو أمتبوها ولم بو نفي استثناك أبي إنكاري أبكى هل يبي بل يبي أسي